يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل في مجال توزيع الإعلانات على الأحياء السكنية، فيطلب منا توزيع 2000 ورقة، في حين أن تلك المنطقة لا تتحمل أكثر من 1000 ورقة إعلانية. يقول فإذا أعدنا الأوراق الباقية للشركة يخصمون منا مبالغ. فإذا إيش؟ فإذا أعدنا الأوراق الباقية للشركة يخصمون منا مبالغ، وإذا تكرر الأمر فصلنا من العمل، فإن الكثير منا يقوم برمي الإعلانات الباقية في سلة المهملات ليعطى الأجرة كاملة، فما حكم فعلنا هذا؟ وهل ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك؟ هذا ما يصلح، ردوا عليهم الباقي وقولوا القرية ما تحمل أو البلد أو الحي ما يتحمل كمية هذه الإعلانات، احنا وزعنا عليهم وغطينا الحي والقرية وهذا زايد، اصدقوهم في هذا، وفي المرة الثانية يعطونكم كمية بقدر الحي. نعم.